أنا في شهر ماي زرته، رحت للورقلة واشتغلت أنا في مستشفى مضياف في إطار توأمة ونعرفه مليح. أنا نظن الحلم حلم سيتحقق إن شاء الله عن قريب، بناء المستشفى خارج صلاحيات وزارة الصحة، تابع لوزارة السكن. احنا نجهزوه ونديروا الموارد البشرية إن شاء الله. واش نطلب منك سيد النائب تكونوا تشوفوا وتتابعوا العمليات بالولاية باش تجري. أنا زرته وشفت حتى يلحق له الترام وشفت المساحة وشفت مكان جيد جداً.